تحذر روسيا الأوروبيين من أنهم يسلحون إرهابيين تكفيريين، فإن ذلك لا يأتي من فراغ. مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين حقيقة ثوار الجدد التكفيريين. لم يكن تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأوروبيين من أنهم يسلحون العصابات الإرهابية التي تقطع الأوصال وتأكل لحوم البشر آتيا من فراغ. فمقاطع الفيديو باتت تتنافس في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا مقطع جديد من منطقة حيان بريف حلب. هذان الإرهابيان يتقاتلان على إبراز رجولتهما بإطلاق النار على فتاتين. انظروا إلى ملامحهما فالصورة تتكلم. ولم يختلف المشهد في منطقة الجيزة بدرعة. ويلكم من الله ورسوله أيها التكفيريون، فأنتم أعداء الإنسانية وديانات الله جميعاً.